قبل الزلزال رحنا على الحديقة ولعبنا أنا وهو وفي له فيديوهات وصور ومبسوطين ورايقين، ورجعنا على البيت وتمام الأمور. وبدأ يهز البيت، فتحت عيوني لقيت زيوس قدامي وكان عم يصيح في شيء غريزي قد نحن ما نفهمه. كان رأسا ينزل ويتخبى تحت الطاولة هون، يعني كان عم يرتجف ارتجاف ما هو طبيعي. يعني أنا كان كل همي إني أهدي وألفه. وجود زيوس بهاي الفترة بمعي ما تمكن تخيل إيش قد ساعدني وإيش قد ساعدته. لما بيكون في عندك شغلة إنه أنت في كائن مسؤولة عنه، أنت بدك تحميه، ففي جزء كبير من داخلك بتحرر.